سبحان الله هالراجل هذا حتى هو راجل يضحك هو يحلم سبحان الله. طيب يا طيب طيب في تفي غير نود هي القهوة وات يا نود اسمع طيب يا طيب راهو نتعفلق منك نود نود بنسألك على الفلوس شن صار قاعد تحلم يا طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حلم ولا علم ها خيرك بالله هذا كله حلم اسمع كك تحلم خلاص ها ودرت القهوة قدامك أنا هدى علاش وتتها لك سبحان الله راسي يحس فيه مكفوخ 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 من الرقدة هذيك اللي رقدتها من الشراب اللي اعطته لي في الحلقة رقم ثلاثة وانا راقد معليش اشرب القهوة توا تصحصح المهم شن صار ما قلت لي شن صار يا طيب في الفلوس لا 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 لقيتهم لقيتهم واخذتهم بالحق يعني لقيتهم زي ما هم زي ما هم غادي ما فيش حد يمس حاجة كل واحد لاهي بيروحه ما شاء الله معناها يا طيب خديتهم من هنا وهوب مشيت وين؟ مشيت للبوابة صح ولا؟ مشيت للبوابة غادي كاي لكن شدوني قالوا لي راجي شوية البس لباس الجنة باش تقدر تخش باه ولبسوني هذاك اللباس أبيض فأبيض وخشيت صلي على النبي صلي على النبي دنيا تسبح وننطير وننطير وبيوت جميلة من لؤلؤ ومن مرجان وأطفال حلوين زي الملائكة وطرق فسيحة ومياه رقراقة ومياه فوق ومياه تحت ومياه على اليمين ومياه على اليسار ما شاء الله ما شاء الله والدنيا تسبح والناس تسبح وتذكر في الله سبحانه وتعالى ما شاء الله الله حي الله حي الله حي دايم حي الله حي ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك وتصلي على النبي اللهم صلي وسلم عليه عليه الصلاة والسلام ما شاء الله ما شاء الله هيك خليت قلبي يرف غديكايا يعني الجنة هيك كلها للفقراء وللمساكين ما فيش غادي فقراء ولا مساكين غادي كلهم مشمولين برحمة الرحمن مشمولين بعطف الرحمن وبرحمته التي وسعت كل شيء به بنسألك سؤال مهم ها طيب والحق ايه شفت الحريات غادي شفت الحريات وشفت الحريين لكن انا راهو ما 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 عدلت لحد انا ما كل اللي نشوفه شيء ياخذ العقل بديع السماوات والارض حاجة جميلة جدا باهي جدا باهي كل اللي تقول فيه لكن مش نصار شن صار في الخمسين ألف جبته معاه ليه ليه مش قلت لك هذا كمية خليتهم في البوابة مشيت غادي كاي خشيت بعدين هي بسيطة اخدمي عليها انت اخدمي عليها بسيطة تجيك راهي باهي قول لي كيف تجيني يعني كيف تجيني مثلا ما هو تجيني كيف انت لازم مثلا عندك بنك في تحويل في حاجه لا لا يا ماما هذه تسبحي وتذكر الله وتديري الخير وتديري المعروف وتديري كذا يكون الله سبحانه وتعالى كتب لك الجنه ان شاء الله يا رب العالمين باهي قولي باهي هل اللي تحكي عليه هذا كله ما فيش يعني يحاولونا كيف يحاولوهنا يعني في حسابنا هنا يعني في ليبيا لا مش غادي كايا لا 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 خشيت غادي كايا ماني لما خشيت غادي كايا لقاني الراجل هذا عرفني ليبي طول قال لي لا 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 تفضل تفضل هذا مطعم الرحمن باهي حنا اللي عرفك ليبي ايه؟ قولي واكيد هاد انت سالت على الاسعار متاع الماكله صح ولا لا حول ولا قوه الا بالله تسعر شنو يا زايه غادي سبحوا وخود اللي تبيه سبحوا وخود اللي تبيه اذكروا خود اللي تبيه غادي بالتسبيح وبالصلاه على النبي من الواحد الى المية الله يبارك تعرف وانت تبحبح تعرف يا طيب والله قلبي اللي غادي يا ربي يا ربي لا تحرمني منها يا رب ان شاء الله من المقبولين يا رب العالمين يا رب ادعي معي قول امين يا طيب يا رب العالمين
العالمين. اخدمي عليها يا زاهية، مش تتمنيك وخلاص، دير الخير، دير العمل الباهي، واذكري الله سبحانه وتعالى، سبحي ديما، صلي ديما، صيمي، ما تفتنيش، ما تقرميش، عباد ربي باش ربي يكتب لك الجنة. حشاني حشاني وما زال حكيت لكش. خشيت للمطعم خشيت للمطعم غادي. اي ما هو قلت لك مطعم طويل عريض، حاجه فظيعه جدا جدا جدا. باه وقعمزت غادي كايا قلت له شنو؟ قال لي قطوفها دانيه، اللي تتمناه قول هيك يجيك. قلت له مصلي على النبي. لقيت طاوله طويله وعريضه قعمزت فيها غادي كايا، قلت له راه انا ما نقدرش ناكل هذا كله يا خير، هلب عليا. قال لي كل اللي انت يجي في خاطرك والباقي خليه وندفعوا لك فلوس. فلوس بكشيش يعني انت من غير فلوس؟ لا 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 بكشيش معناها قداش؟ والله تدس عليا نهارك اللي تدور فيها. طيب بسيطه جدا، اعطاني شيك بنص مليون. قال لي بحبح واي حاجه تخليها هنايا ولا كذا ردوها لك في بنك الزياده. بنك الزياده؟ ايه. والبنك هذا يا طيب وين؟ في ليبيا ولا عندهم؟ لا عندهم غادي كايا. شنو في ليبيا؟ قال لي هذا ما يخليهم هنا لانك سيورك تحتاجهم وسيورك تجينا هنايا. اما حسابك هذاك اللي في ليبيا واللي في البنك واللي كذا خليه غادي، نحن مش في حاجه ليه. يا باب هي ما هي مقيولة. راجيني عليه بعشاك. راجيني عليه بعشاك باي مالا توا نرقد ونحلم وبعدين نقول لك عليها. أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مارتين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.